عودي معكم للمتابعة. طبعا ما تتركونا، خليكم معنا. وضيفتي هلأ عزيزي طبعا على قلوبنا وقلوب كتار، ونحكي عن حملة التوعية أول مرة لمركز إسيل التابع لمؤسسات الصدر. أول شيء يعطيكم ألف عافية، أهلا وسهلا فيك ستنا نذكر مضبوط بالاسم، مليحة الصدر شرف الدين رئيسة جمعية إسيل. حضرتك ست مليحة، يعني نشاطات كتير لكم زمان بتشتغلوا على الموضوع. منذكر انه هالجمعية بتهتم بالاطفال يلي عمرهم 3 سنوات وما دون، عندهم حاجات خاصة وهن بحاجة للمساعدة. لحد هلأ الانجازات كانت كتيرة، رح نحكي هيك بشكل مختصر عن مركز إسيل ولنشوف شو في عنا هلأ جاي لقدام. صباح الخير، تفضلي. صباح الخير اكيد في جوزيف، انا اكيد بشكرك على الاستضافة، بحييك، بحيي كل اللي معك بالبرنامج وبحيي كل المشاهدين. تسلمي. وايام مباركه، ايام الحج كمان مبارك للجميع، يرجعوا بالسلامه يا رب يا رب. ونشوف الامام كمان شي يوم هون معنا باستديو ان شاء الله عم يتحدث معنا ان شاء الله ان شاء الله. ست مليحة، منعرف شوي بشكل سريع عن إسيل. أكيد. من أمتين بلشت، قد عمرها، وشو الإنجازات لحد هلأ هيك بشكل مختصر؟ بعرف أنها كتير يعني. مركز إسيل هو إسيل Early Childhood Intervention لبنان، بالعربي إسيل اللي هو الخد الناعم لحتى يكون هيك له معنى طفولي. هو تابع لمؤسسة الإمام الصدر، بال2011 تم افتتاحه برعاية وزارة الصحة العامة. وإجا أكيد أثر على حاجة، يعني شفنا بالمؤسسات أنه هالفئة العمرية ما عم تتغطى مزبوط بالطريقة اللي لازم، واللي هي فريق متعدد الاختصاصات، وهي تكملة للعمر الاجتماعي الخدماتي للإمام الصدر. اللي بيأمن أنه كل إنسان عنده ميزة، وإذا ما قدر يقدم هالميزة للمجتمع ضروري نحن إذا قدرنا نساعد حتى يقدر يعطيه، وإلا الإنسانية كله بتكون خسرة، المجتمع بيكون خسرة. صحيح. لذلك هالفكر والأكيد البرين ريسيرش اللي أثبت أنه قديش هالفئة العمرية إذا اشتغل عليها الإنسان أو المعالجين بالطريقة الصح بتأدي إلى أنه ما يتفاقم وضع الطفل ويوصل لأقصى قدراته، والأسرة اللي بتقطع بمراحل كتير صعبة نفسية واجتماعية من أثر هالمعاناة اللي بتكون عم تقطع. لذلك المركز هو عبارة عن مجموعة متخصصين من مختلف المدارس الفكرية والاختصاصات، من طبيبة أعصاب أطفال لمعالجين من كل الدومينات، السلوكي، النفسي، النطق ولغة، نفسي حركي، انشغالي، فيزيائي، بالإضافة للزيارة المنزلية اللي هو بيروحوا على البيت وبيشتغلوا مع الطفل والأم والأب ببيته. لأنه من أهم القصص هو أنه نحن بالمركز لو شفنا الطفل مرة مرتين ثلاثة بالأسبوع، يعني لازم يكون تواصل مع العائلة، يعني مش هنكون أكتر مزبوط، مش هنكون أكتر من أسرته اللي هي دايما معه وفيها تستعمل أي وقت بالروتين اليومي للطفل لحتى تستخدمه كعائلة. نعم. ست مليحة، عم توصلوا لنتائج 100%؟ يعني عم توصلوا ما بعرف في بعض الحالات هل بصير في أنه بننسى المشكلة ما بقى موجودة عند هالطفل؟ هلا أكيد نحن عمرنا 6 سنين وفي كتير قصص متشعبة بالموضوع، لأنه الطفل هو مش بس طفل، هو مجموعة دوائر كلها بتأثر على الطفل. في كتير نتائج طبعا، لأنه أصلا مستند على علم، على دراسة. صحيح. على أشخاص متخصصين وبروفيسيونال، ومش بس على الطفل، على أسرته كلها التأثير بيكون. نعم. أكيد بيكون الوضع الطفل بمكان بيصير بمكان آخر، بيكون طفل قاعد ما عم يعمل شيء ممكن ينتقل ليصير بمدرسة مع دمج. ما فينا ننسى المشكلة بالمرة، لأنه إجمالا اللي بيتم إرسالهم لقلنا بيكون من الأوضاع الصعبة، بس أوقات كتير إذا بتكون التأخير مستند على وضع صحي أخرون، أكيد ننسى المشكلة. نعم. أكيد بننسى المشكلة. بيكون بس أوقات يعني. بالضبط. بس أوقات لما بيكون في سمات توحد أو بيكون في داون سيندروم، من كتير منحسن الوضع. أكيد. وهول القصص اللي خلونا نشوف بعض المشاكل اللي كانت من زمان أبدا ما بنتعاطى معها
صرنا بنشوفها بالمجتمع، بنشوفها بالجامعات حتى. يعني الهدف معروف هو حضاري بامتياز، لأن احنا بحاجة لدمج هالأشخاص لوجودهم بهالمجتمع. مزبوط. معنى اللي عندهم نقص معين، اللي هو كلنا عندنا نقص معين، في منا مبين والآخر بيكون ممكن مش مبين. بالضبط. نعم. وهي فكرة الكامبين اللي بلشنا فيها، أكيد حتسألني بعد شوي. نعم. هي هاي الفكرة أنه كل إنسان عنده شيء صعب أول مرة بيعملها بحياته. أكيد. بمختلف القطاعات. خلينا نقول أنه لكان كل إنسان إذا عنده صعوبة، لكان في أطفال كمان عندهم صعوبة. بتعال رح نحكي عن التوعية وأهميتها ومن خلال الكامبين اللي عاملينها، ورح نحكي أكتر كمان كيف ممكن الواحد يتواصل معكم. بس خلينا نشوف هالتي في سي عن مركز إسيل. تفضل. طبخت كان عمري 16 سنة وقررت بدي أطبخ مجدرة بطاطا محشية بلحمة. ما كتير زبط. والبيضة كانت على الغاز أكتر ما هي بالمقلي. جرصة خبيصة. ما بنسى الرياكشنز تبع العالم. جوزي ما صدق إنه هاي أول مرة بطبخ فيها. أول مرة دايما صعبة على ناس أكتر من ناس. في ولاد عندهم صعوبة يتواصلوا أو يحكوا أو يمشوا لأول مرة. لألون في إسيل. إسيل فريق متعدد الاختصاصات، هدفه يتعاون مع الأهل تسوى بأبكر وقت ممكن يوصلوا طفلهم لأقصى قدراته تيعيش حياة أفضل. أسيل قلبها كبير. يعني مجرد ما نعرف مين عم بيشتغل على أسيل أكيد قلبها كبير. ست مليحة، طبعا التوعية مهمة وين ما كانوا بكافة القطاعات. أنا بس بدي ننوه أنه هون كيف لازم نوعي الأهل ونوعي المختصين ونوعي المدارس كمان، يعني في كذا جهة لازم نوعيهم لانخراط هالشخص بطريقة سليمة مع المجتمع ومع الأهل ومع المحيطين فيه. مزبوط. نحن بعد 5 سنين من العمل اللي كان سنة الماضي، شفنا أنه كمركز لحاله مستحيل يقدر يعمل كل شيء، لأنه المركز بحاجة لقانون، بحاجة للجان لتنظم القانون، بحاجة لتوعية، بحاجة لناس معالجين بهذا المجال. نعم. بحاجة للجامعات، بحاجة للمدارس حسب ما تفضلت حضرتك. لذلك عملنا مؤتمر كمان كان برعاية وزارة الصحة، جمعنا فيها كل هالناس اللي خاصة بشيء اسمه early intervention أو تدخل مبكر. نعم. من الترينيز اللي بيجوا لعنا على المركز حتى يعملوا الترينينج تبعهم، وكان هيدا هدفه أنه لازم يكون شيء تكامل مع بعض. لذلك السنة في مجموعة من الفنانين الكبار اللي شفت هلأ صورهم وبشكرهم أكيد على عبر هالشاشة العزيزة، فكروا أنه خلينا نبلش نحكي شو يعني أسيل، شو يعني تدخل مبكر، لأنه التوعية هي أهم خطوة وأولى لازم نعملها حتى هول الناس اللي هلأ محبوبين بين الناس، وأكيد مجموعة من الكرو اللي هني متخصصين بمجال التصوير والإخراج كمان قدموا وقتهم تطوعا. على فكرة كل اللي شفته تطوع، يعني كل اللي نعمل كان تطوع حتى يحكوا انه في فئة عمرية عمرها 3 سنين وما دون، ما لازم ننطر. لازم نعمل اي شيء اذا لاحظنا في اي نوع من تأخر او اي ريسك يعني عم يبين. قد ايه بتكملوا مع الطفل من 3 سنين؟ الطفل اذا تحول لعنا من اصغر شيء اللي هو ممكن يكون اشهر الى 3 سنين و11 شهر، لانه بيكون هذا العمر اللي لازم يتحول او على مدرسه. نعم. مدرسه دمج او على مركز متخصص. نعم. انتم بتتبعوه يعني من عمر الاشهر لعمر 3 سنين و11 شهر؟ مزبوط. قبل ما يصير 4 سنوات. صحيح. يعني ممكن الشخص يكون في عنده نقص معين بمطرح معين، مع اسيل ومع البدايه ومع هالتدخل المبكر ممكن يصير في شخص فعال جدا بالمجتمع المستقبلي، يعني من وراء النشاط. كيف التواصل معكم ست مليحة؟ أكيد عبر المركز. نعم. بيتم اتصال إجمالا، بيتحول على المكتب الاجتماعي، والمكتب الاجتماعي بياخد التفاصيل ودغري منمشي بمرحلة التقييم طبعا إذا في محل. نعم. لأنه نحن كمتخصصين حوالي عددنا هو قد عدد الأسر المنتسبين. يعني سؤال، يعني قد ايه بتستوعبوا بالوقت الواحد؟ بيكونوا 30. بدي اقول لك نحن بيجوا بيعملوا ثيرابي وبيروحوا. نعم. ما بيبقوا عنا. أوكي. يعني منه مركز بينام الطفل. نعم. عنا او مؤسسه، بيجي بيعمل ثيرابي وبيروح، وبتروحوا على بيته ونحن بنروح مره بالاسبوع لعنده. نعم. بس اكيد
عم نشتغل مع البرامج تبع الجامعات تنقدر نشتغل كمان نحط ضوء على هالفئة العمرية. نعم. لأنه إجمالا لما بنحكي special education بنحكي من بعد ما بيفوت الطفل. نعم. على المدرسة. يعني 30 ورا 30 ورا 30 يعني الأعداد مزبوط. بس أكيد كل ما يخلص ثيرابي ولد بيروح بيجيبوا محله. يعني أعطيكم ألف عافية على كل نشاطاتكم. في شيء يعني هلأ فيه النشاط اللي هو الكامبين اللي عاملينه للتوعية القريب، ونحن بنتمنى توفيق لك كل خطوة من خطواتكم. أنا بشرفني أني صادفتك معي ست مليحة. بتحب تقولي شيء؟ إيه إذا بتسمح لي، أنا عادة بحب أنهي كلامي بجملة للإمام. نعم. لأنه الإمام لما كلمته بيحكي هيك بتوصل للقلب. طبعا. وهذا جديد، هذا النص أنا لقيته ما كان عنا إياه قبل. وين لقيتيه؟ بالمركز الأبحاث والدراسات. تعرف نحن بنحاول نعمل توثيق لكل النتاج الفكري للإمام. يعني ما تسمحي لي أقول إنه حضرتك بنته للإمام؟ يعني أنا بشرفني إنه تكون اليوم موجودة معنا بنته الصغيرة مليحة للإمام موسى الصدر. إن شاء الله. وأنا حابب الإيمان اللي عندكم وحابب التفاؤل اللي موجود فيكم إنه بعودة الإمام موسى الصدر يوم الأيام، لأنه ما في شيء بأكد العكس. على كل حال بتعرف سيد جوزيف، أنا بحس عن جد إنه الإمام بيعني كل بيت بلبنان. صحيح. لأنه هو هيك كان يحب، وهيك كمان لأنه كان يتقبل الآخر وكان يشجع الاختلاف. لأنه بالاختلاف الإنسان يكون عنده وحدة. بالضبط. يعني اللي عم تقوله هو تماما، المجتمع يتشكل إذا كان هناك أخذ وعطاء، ولا أخذ وعطاء إلا إذا كان هناك تفاوت. وكلما كثر التفاوت كثرت، تخيل، كثرت الوحدة. لأن كثرة التفاوت تكثر الحاجة، وكثرة الحاجة تشد الارتباط والتوحيد واللقاء بين أبناء مجتمع واحد. يعني تخيل عم بيقول لك لازم يكون في اختلاف. نعم. لحتى يصير في توحيد. صحيح. شو هال صحيح. شو هالطريقة المختلفة. وكان عنده نظرة لقدام، يعني يشوف لقدام شو راح بصير. وهيدي الكاريزما والفكر العظيم عند الأشخاص يلي بنفقدهم وبنزعل عليهم. إن شاء الله ما بننساهم أبدا. إن شاء الله بعودتوا بالسلامة وباستمراريتكم. من خلف ما مات بيقول. طبعا إن شاء الله دايما بكل نشاطات اللي عم تقوموها، وبالتوفيق لإليك ست مليحة. وناطرينك بأي نشاط طبعا تخبرينا عن كل شيء جديد. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين على مصباح. بريك قصير وبعدها منعود للمتابعة. خليكن معنا مستمرين للوحدة بتوقيت بيروت.